هذا فيديو لشباب بالسعودية مسكين خط آخر الليل ومنطربين والشارع مظلم الصراحة، ولكن شافوا شيء بالطريق يطير العقل. شوفوا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. دير 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 دير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العميري. تكفى يا أبو الأحسن. تكفى يا أبو الأحسن. بسم الله. سم 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 سم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ديورو يبي يشوفون وش هذا اللي طلع عليهم، ما لقوا اي شيء سبحان الله. طبعا سويت زوم حاولت اعرف وش اللي طلع عليهم، ماني قادر اميز اي حاجه، ماني قادر اوصف اي شيء، ما ادري وش هذا سبحان الله. ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام حذر من السفر بالليل لوحدك. وهذا كان اول فيديو من مجموعه المقاطع الغريبه اللي راح اوريكم اياها بهذا الفيديو. السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم، كل خير. مبطين عن الشطحات. الايام اللي فاتت كلها نزل اخبار، ولكن في سؤال يتكرر ولازم اجاوب على هذا السؤال. ليه يا بيبسي حذفت مقاطعك القديمه؟ سؤال جميل. حذفت مقاطعي القديمه لان كانت اغلب اخبار قديمه، مثل ميزه تغيير الاي دي ولا تجربه فورتنايت ولا وزنيات جراند تريزم، واصبحت فيديوهات قديمه وما لها حاجه بالقناه، وما ابي احد يتلخبط يخش على الفيديو ويحسبه جديد وهو له سنتين. فقلت خل احذفهن وارتب القناه، احذفهن اقصد المقاطع القديمه، اني احذفهن وارتب القناه. وهذا سبب حذفي للمقاطع القديمة، وإن شاء الله كل بعد 4 شهور بحاول أصفي فيديوهات عشان ما حد يتلخبط. بس أسعد باللايك إذا كنت قديم، واشترك في القناة إذا كنت جديد. أنا بيبسي وخلك مع أغرب مقاطع راح تشوفها. وعلى فكرة كل هذه الفيديوهات أجيبة من المتابعين، شكرا لكم على المنشن بالإنستغرام. ثاني فيديو لشخص معروف عند محبين السيارات باسم ولد الشيخ، شخص مهتم بسيارته من نوع شفروليه كابرس، ولكن حدث لهذا الشخص ما لم يحدث اثناء تصويره وهو يجرب اداء السياره حقته ويستعرض قوته قدام متابعينه بسناب. شوفوا الفيديو. طبعا شفتوا كيف الطبلون على 200 والموتر مبطوح على جنب. الرجال ذاق الموت، ولكن تأكدنا انه سلم بعد ما نزل سنابه وكتب هذا اليوم الله لا يعيده، ضربت تيست في انعم شارع في الرياض وبغيت اجيب العيد، بس الحمد لله دركتها. عز الله صادق، شوارع الرياض ناعمه جدا عكس المدن الثانيه، والى حد الان ما حنا عارفين وش السبب بنعومه شوارع الرياض، ولكن الحمد لله على سلامه الرجال. ثالثا هذا الفيديو الواحد او وحده جالسه يتصور الاجواء الحلوه وغيوم باحد القرى، ولكن اثناء تصويره للغيوم والجبال ظهر شيء الى حد الان ماني قادر اميز هذا الشيء. شوفوا الفيديو. طبعا اللي ظهر كأنه شخص يركض سبحان الله فوق الجبل أو كأنه حصان يطير، ولكن ما أقول إلا سبحان الله. وأتوقع حتى اللي صور ما أدرك هذا الشيء إلا بعد ما شاف الفيديو بعدين يعني، ولكن الكاميرا اللي بالجوالات اكتشفت لنا العجايب بالصدف. الله يكفينا كل شر. رابعا يا كثر البشر اللي بهم الخير، الناس للناس والدنيا به رحمه وتراحم، وهذه نعمه من الله سبحانه. اوريكم فيديو الراعي هيلوكس ناوي يرقى مرقى، معروفين حقين النفود، لا جاي بيطلع مرقى يجي طاير. هذا راعي الهيلوكس يمشي بسرعه عاليه لدرجه ان الهيلوكس جالسه تفتف واصله حده، ولكن كان فيه راعي ربع ما كان يدري ان الهيلوكس طاير، ولكن الله سبحانه سخر لهم رجال حذر راعي الربع بالوقوف، ولا لو ما وقف راعي الربع كان قامت الكارثه. شوفوا الفيديو. جاك. Thank you.
طبعا راعي الهيلوكس جاي على سرعة عالية، طبعا لولا الله ثم هذا الرجال لقامت الكوارث، ولكن سبحان اللي سخر لهم هذا الرجال اللي حذر راعي الربع بالوقوف، ولا لو ما مسك بريك راعي الربع كان بتيجي الصدمة على باب السواق حق الربع، ولكن الحمد لله على سلامتهم. خامسا واخيرا وهذا اشنع فيديو من بين كل الفيديوهات هذه، هذا الفيديو جاني الصراحة من هذا الشخص مستر اكس، وشكر له من القلب على هذا المنشن. الفيديو هو لشخص واحد جالس يتحدى تمساحين، صراحة اقوى شخص بالعالم عنده قلب ما يقدر يسوي هذا الشيء. شوفوا الفيديو. طبعا ما اتوقع ان انسان بكامل قواه والعقلية يقدر يسوي هذا الشيء، ما يسوي هذا الشيء الا متعاطي او شخص يعني مو صاحي فكريا وعقليا، لان سبحان الله الخوف غريزة بالبشر. طبعا حتى لو كان معك اقوى قلب العالم ما اظن انك تقدر تجلس مع تمساحين بهذا المكان. طبعا قبل لا انهي الفيديو بجاوب على سؤال دايم يتكرر وقد جاوبت عليه قبل وبيجاوب عليه بعد الان، اللي هو يا بيبسي طلع وجهك او ليش ما تطلع وجهك. سؤال حلو، الشهرة امنية لاغلب الشباب وله فائدة وايجابيات لا تعد ولا تحصى، حتى لو صرت مشهور ومعروف والناس تعرف وجهك تصير اشبه بالامير تمشي والكل يرحبك، وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام له حديث معنى الحديث بالضبط ان اللي يخالط الناس افضل من اللي ما يخالط الناس، ولو طلعت وجهك وانشهرت راح تنجبر انك تخالط جميع الأشكال والألوان والعقليات والديانات بعد. ولكن أنا إجابتي على أني ليش ما طلعت وجهي باليوتيوب، لأن اليوتيوب أبدا ماني ماخذ شيء أساسي بكل صراحة، يعني بصريح العبارة بأي وقت راح أترك اليوتيوب وفجأة بعد، وبكل الأحوال لو أبي طلع وجهي راح أتعب زيادة لأني راح أشتري كاميرات وستاندات وخلفية كروما، أخرتها محتواي أخبار وشطحات وجيمينج، ما يستاهل أبدا أني أطلع وجهي. كل الأغلب لو وصل 100,000 افتخر بنجاحه وطلع وجهه وحب يظهر نفسه، ولكن أنا حتى ما قد سويت حفلة أبدا، وصلت 50,000 و100,000 و500,000 ولا قد سويت حفلة وصول أبدا، لا عارف أن الشهرة بالوجه به فوائد عديدة، ولكن هذه كانت إجابتي. بس بالنهاية كلنا مؤقتين بهذه الحياة، ما حد باقي للأبد. ما عندي كلام أجمل من عش حياتك بجميع تفاصيلها، وبس مع السلامة.